بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الفرقة التانية دبلوم الطرق الكمية. مع بعض بنستأنف بقية المحاضرات اللي باقية في مادة تصميم التجارب. مادة تصميم التجارب دلوقتي هنتعرف على الخمس موضوعات اللي متبقيين في المادة. حاولت بقدر الإمكان أبسط وأشرح باستفاضة، وفي نفس الوقت احنا معانا الجروب، لو في اي اسئلة بنتواصل مع بعض على الجروب. نشوف كده الخمس موضوعات الباقيين مع بعض.